يقول هل يجوز الانحراف عن الكعبة في الصلاة؟ لا، اللي يشوف الكعبة يراها لا بد أنه يصلي إليها ولا ينحرف عنها. أما اللي ما يشوف الكعبة يصلي في مساجد خارج المسجد الحرام أو في مكان بعيد، هذا يكفي أنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، الجهة التي فيها الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا استقبل الجهة التي فيها الكعبة يكفي هذا، لأنه لا يمكن أنه يرى الكعبة لبعده عنها.